وفي إطار تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، زار وفد من طلبة جامعة البحرين جامعة سيبنزا، والتقوا بعدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة الإيطالية، وتم تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم. اليوم زرنا جامعة لاسبيانزا وقابلنا الوفد الإيطالي اللي زارنا جامعة البحرين. كنا على تواصل من البداية معهم وتعرفنا أكثر اليوم على ثقافاتهم، وزرنا الأماكن اللي هم كانوا ودهم يراونا إياها، وإن شاء الله نكون على تواصل دائم معهم إن شاء الله. مو غريب على البحرين لأن هي معروفة بتقبلها للثقافات الأجنبية، وهالشيء فعلا احنا شهدناه اليوم، شهدنا التعايش السلمي وتقبل البحرين للثقافات وتشجيعها على هالشيء، واحنا نطمح ان احنا نمشي على هالنهج ونطور فيه. خلال الاجتماعات اللي قعدنا فيها مع الدكتور رياض حمزة وقعنا الاتفاقية اللي مختصة بالتعاون المشترك بين الجامعتين، عرفنا ان هذه الجامعة عريقة، جامعة خرجت العديد من العلماء اصحاب المؤهلات العلمية والذي حصلوا على جوائز عالية، مثل تتكلم عن جائزة نوبل، شيء جدا مو بسيط. فاحنا للأمانة يعني احنا تحمسنا ان احنا لابد ان احنا نزورها، يعني نشوف بالفعل ان هالجامعة هذه شلون نتلمس الواقع اللي يكون فيها. حلو انه يكون في مثل هذا التعاون بين البحرين وبين ايطاليا، وانه يكون في مجال او في اطار التعليم ان يكون كرسي مخصص من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حق في جامعة ايطالية. هذه بحد ذاته فخر لنا ويعطينا الدافع بان احنا نعطي اكثر، بان احنا نمثل البحرين بصورة افضل وبخير مثال في النهاية.